السلام عليكم أعزائنا الطلبة، اليوم ناخذ تكملة اللارج انتست. خذينا في المحاضرة السابقة السيكم جزء كجزء من اللارج انتست، هسه راح ناخذ تكملة اللارج انتست. طبعا اللارج انتست هي جزء يتكون من السيكم، اسيندين كولون، ترانسفيرس كولون، ديسيندين كولون، سيجمويد كولون، وركتم. احنا هسه راح ناخذ وين ما انتهينا بالمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة خذينا السيكم كجزء من اللارج انتستين، هسه راح نبدي بالتكملة. نجي على السيكم، خذيناه بذاك المحاضرة، قلنا it is blind and pouch، مدور يشبه الطوبة، ما بي ميزنتري بس هو انترابريتوني، بحيث بي ريسسز فوق سوبيريور وانفيريور وريتروسيكال ريسسز. هذا طوله 6 سنتيم، حفظوا هذا شقد طوله 6 سنتيم. يستلم تو اوبننج، اوبننج من اليامسه منها اليوسيكال اوبننج يحميها فالف، اليوسيكال فالف تحميها سفنكتر، اليوسيكال سفنكتر. والبلاد سبلاي ياخذ من السوبير ميزنتريك ارتري والدرنج سوبير ميزنتريك فين والليمفاتيك سوبير ميزنتريك ليمف نود، واذا بي الم يشتغل سمباثيك، واذا ما بي الم يشتغل باراسمباثيتك اللي هو الفيجاس، ويوصل لنا على شكل بلكسس تمشي مع الارتر. لا ممكن كلمه ارتر شوف قد اقدر اطلع ارتر، سوبر ميزنتريك ارتر، سوبر ميزنتريك فين، سوبر ميزنتريك ليمف نود، سوبر ميزنتريك بلكسس اللي هي عباره عن فيجاس ما شوية الارتر. يخصنا هسه بالتكملة هاي المحاضرة السابقة، هسه راح ناخذ هذا الجزء اللي كنا احنا من نداوم ردهات ان شاء الله راح نشوف كلهم المرضى اغلبيتهم عندهم ابندسكتوم، مسوي عملية ازالة الزائدة. الابندكس اولا بيها موبيليتي، حالها حال لارج انتستين، بقية لان بيها موبيليتي. هاي it is a muscular tube be large amount of the lymphatic tissue، يعني بي لارج اماونت اوف ليمفاتيك تيشو. ليش رب العالمين يخلي بي لارج اماونت اوف ليمفاتيك تيشو؟ لان دائما لان هو جزء ماسكولار تيوب ونارو معرض دائما للالتهاب، فاحنا نخلي بيه ديفنس ميكانيزم اللي هو الليمفاتيك تيشو. اذا هسه اتز ا ماسكولار تيوب حاله حال اللارج انتستين بي ليمفاتيك، ليش؟ لان هو دائما اكثر جزء لانه ضيق ومعرض انه يدخل بيه مثلا تدخل بيه الكونتنت وتبقى هنا ويصير بيه التهاب. الليث ما تبي فاريشن، هسه السيكم قلنا 6 سنتيم وختمنا، بس هنا بالابندكس بي فاريشن من 8 ل 13. ليش هالفاريشن؟ حسب اكلك، اذا انت تاكل لحوم هواي فتقصر، واذا انت تاكل خضار اكثر يعني نقول احنا نباتي يصير اطول، واضح؟ فاذا لاحظوا حتى بهسه من تجي على الحيوانات لاحظ انه الحيوانات اكلت اللحوم الابندكس مالتها تصير كلش قصيره، بينما اللي ياكلون نباتات يعني مثل الارانب وغيرها تلاحظ الابندكس يصير لونج وحتى تشارك بعمليه الهضم، واضح؟ اذا هذه تعتمد على الطعام، اذا انا اكل لحوم 8 سنتيم، واذا انا لا والله نباتي بطعامي اذا توصل 13 سنتيم. اهم شيء عندي بالابندكس القاعده، القاعده ثابته، هي هاي القاعده مو القمه الابكس، القاعده هاي القاعده دائما البيز اوف ابندكس دائما موقعها ثابت، تصير بوسترو ميديال تو ذا سيكم تقريبا تحت الاليوسيكال فالف، مو هنا الاليوسيكال فالف اوبنينج، هو تحتها شقد مقدارها؟ قد سلاميه ايدي، سلاميه ايدي ارجع واقول شقد قياسها 2.5 سنتيم، يعني 2.5 سنتيم. يعني الجراح من يجي الابندكس وين بكانها؟ بكانها جو الاليوسيكال فالف قد سلامية ايدي 2.5 سنتيم، واضح؟ جو الاليوسيكال جنكشن 2.5 سنتيم. هذا هاي البيز اللي هي القاعدة اللي هي فيكس بوستروميديال، بينما هذا الريميندر مال ابيكس فري يقدر يتحرك يصعد اب داون، واضح؟ لان بي موبيليتي، اذا لا هنا نشرح يكضبي، شايفين هذه هاي شو نسميها احنا؟ نسميها ميزنتري، هذا شو اسميه؟ ميزنتري، واضح؟ هذا شو اسميه انا؟ ميزنتري. اذا الابندكس it is intra لو اكسترا مدام كظاها الميزنتري، يعني المهم بين قوسين بريتونيوم يجي يمها وسوالها اتاتشمنت وتغليف هنا، هذا شو اسميها؟ انترا بريتون. شنو نوع البريتونيوم؟ بالسيكم قلنا يسوي له ريسسز من فوق من جوا ومن ورا، هنا لا هنا راح يكتب بي ميزنتري. هذا الميزنتري ما سميه ميزنتري، قلنا حتى نفرقه عن السمول انتستين. سمول انتستين شنو قلنا؟ ميزنتري. اللارج انتستين ما نقول ميزنتري نقول ميزو، اذا شو اقول؟ ميزو ابندكس. شو سمي؟ ميزو ابندكس.
نجي على البريتونيوم ريليشن. It is limbic mobility. It is completely covered by peritoneum. نوع البريتونيوم مسوي لها attachment. ما أقول ميزنتري. آخذ مصطلح ميزو أبندكس. هاي الميزو أبندكس قلنا كل كحال بقية الميزنتري ويثبت للأورجان بالبوزيشن وبعد شنو ينقل وياه artery وvein ونيرف وlymphatics. واضح؟ بالضبط شنو ينقل لي وياها الارتري اللي يزودها لين اللي هي اسمها ابندكس. اذا الارتري اللي يزودها شو اسمه؟ اسمه ابندكولار ارتري. نجي على البلاد سبلاي. شوفوا هسه هذا السيكم واضح وهاي الابندكس جاي بوسترو ميديالي. القاعده ثابته 2.5 جوا الاليوسيكال جانكشن احسب 2.5 القاها. واضح شقد طولها؟ يتراوح من 3 إلى 13 حسب اكلي انا شنو اكل لحوم او نباتات. واضح زين. هل هي انترابريتون؟ اي دكتوره لان بيها ميزنتري غلفه. شو اسمه؟ اسمه ميزو ابندكس. هذا الميزو ابندكس شو يشيل وياه؟ يشيل وياه ارتر ويشيل وياه فين ونيرف ولمفاتك. زين دكتوره هاي الابندكس من تاخذ السبلاي مالتها؟ حال السيكم. السيكم من سوبر ميزنتري. اذا تاخذ السبلاي مالتها من سوبر ميزنتري. شلون نتبعها؟ نقول الاورتا قطة الثاني برانش اسمه سوبر ميزنتري. سبير ميزنتريك قطة برانش يمشي ما بين الإليوم والكولون شو اسميه؟ إليوكوليك. الإليوكوليك من إجي هنا انقسم جزئين قلنا لين لقى السيكم مثل الطوبة. قسم جزء يمشي قدام السيكم سميته انتيريور سيكال آرتري ويمشي ورا شنو سميته؟ بوستيريور سيكال آرتري. هاي متفق عليه من المحاضرة السابقة. زين الابندكس دكتورة من يزودها؟ لين الابندكس يصير بوستروميديال. اذا السبلاي يجيها من البوستيريور سيكل. انت يعني اقول لك هاي مو يمي هي مو على جهتي هي رايحة على البوستيريور. اذا الابندكولار ارتري من جاي؟ من الانتيريور سيكل ومن البوستيريور سيكل. لا الابندكس يعني هي بوستيريوري فالارتري مالته يجي من البوستيريور سيكل. بوستيريور سيكل من جاي؟ من ارتري يمشي ما بين الاليوم والكولون شو اسميه؟ اليوكوليك. اليوكوليك من جاي؟ من يا ارتري سوبيريور ميزنتريك ارتري. اذا كان الارتري اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري فالفين ماذا اسمه؟ هم نتبع الفين شي يصير اسمه superior mesenteric vein. زين دكتورة تكاتبه هنا أنا هاي اعطيتكم تفصيل إذا واحد يريد يقول appendicular artery إذا شي يصير appendicular vein. بعدين يروح وين يصب؟ posterior cecal vein. بعدين وين يصب؟ ileus colic vein. بعدين ين superior mesenteric vein. إذا تريد تتبعها خطوة خطوة تبدي هيك شي كلمة artery وشو تحط؟ وتحط vein. دور بنديكولار ارتري يصير بنديكولار فين. هذا جاي من البوستير سيكل اذا يصير بوستير سيكل فين. هذا جاي من الاليوكوليك اذا اليوكوليك فين. بعدين يروح المين لسبير ميزنتريك فين. او تريد تخصمها من البدايه دكتوره ما دام هذا السبلاي مال هالمنطقه من سبير ميزنتريك ارتري اذا الفين شي يصير الدرنجج النهائي وين؟ بسبير ميزنتريك فين. زين شي كلمة ارتري حطيت فين؟ شي كلمة ارتري احط لينف نود لان هذا السبلاي مالتها من سبير ميزنتريك ارتري اذا اللينف نود تتبع الارتري. ارتري سبير ميزنتريك ارتري اذا اللينف نود شو اسمها؟ سبير ميزنتريك لينف نود. شوفوها هاي سبير ميزنتريك ارتري هاي اليوكوليك ارتري وشون وصل وزود لي هاي المنطقة. واضح هاي الابندكس. اذا شو اقول؟ هذه تاخذ الليمفاتيك درينج مالتها اولا هي لين منطقه بها وايسر انفكشنز. واضح فنلقى الليمف نود هنا موجود. هاي ال1 الى 2 ليمف نود موجوده بالميزو ابندكس. بعدين وين تروح الصب؟ الصب بالام. الام شلون اعرفها؟ اذا عرفت الارتري الام اعرف الليمف نود الام. ليش؟ الارتري الليمف نود شو اسمه؟ اسمه سوبير ميزنتريك ارتري. اذا الام شو يصير؟ الليمف نود الام سوبير ميزنتريك ليمف. إذا عندي ألم بالأبندكس منو يشتغل؟ يشتغل السمباثيك لأن هو بين ترانسميتنج. إذا لا والله ما عندي ألم بالأبندكس أنا هسه مرتاحة إذا يشتغل باراسمباثيك. منو الباراسمباثيك هنا؟ أرجع وأقول هو الفيغاس. الفيغاس المشى ويا الأورتا وقال لها وين ما تطيني برانج انطوا يا بلكسز. البرانش هنا سوبر ميزنتريك ارتري اذا البلكسس شو اسمها؟ سوبر ميزنتريك بلكسس اللي تمشي ويا كل برانش الى ان توصل للاورجان اللي تريده. هسه واضح خذينا السيكام وخذينا الابندكس. نجي على هذا القولون. هذا القولون صاعد اذا شو اسميه؟ اسندنج كولون. شقد طوله؟ 13 سم. حفظوا
هذا 6، هاي 8 ل 13، هاي 13، شوف 8 ل 13 هاي قد يصير 13. هذا من يصعد؟ يصعد من الرايت كو اليك فوسي، واضح، ويصعد ابورد الى ان يطق بالانفير سيرفس مات الليفر، يالوب من الليفر رايت لو ليفت رايت ليفر، يقول لي هنا حدك بعد ما تكمل وين تريد تصعد اتشيز اثني، سوي ثانية سميها فليكتشر، لين هاي الثانية بيك انت يا الكولون سميها كوليك فليكتشر، ولين هاي كوليك فليكتشر على الرايت سايد لين الليفر هنا، اذا نسميها رايت كوليك فليكتشر، وحول على كولون ثاني نسميه ترانسفيرس كولون. اذا الاسندنج كولون يبدا يصعد من السيكم من الرايت اليك فوسا او نسميها رايت لور كوادرنت، يصعد ابورد الانفير سيرفيس مال يالوب من الليفر رايت لو ليفت رايت، ويثني لان الليفر يقول له هذا حدك، هاي الثانية تصير فليكتشر بالكولون نسميها كوليك فليكتشر، لانها على الرايت سايد نسميها رايت كوليك فليكتشر، ويتحول اسمه من اسيندنج الى ماذا؟ ترانسفيرس كولون. نجي على الريليشن ماما انت ابويا، احنا قلنا السيكم والابندكس انترا لو اكسترا انترا بريتون، والترانسفيرس بعدين قلنا بالمحاضرات الاولى انترا ليش يعني كذا البريتونيوم منها كذا جريتر مومنتوم منها كذا ميزنتريم. الاسيندنج والديسيندنج يتراجع عن اللي ورا، ليش يتراجع عن اللي ورا؟ يتراجع عن اللي ورا بحيث البريتونيوم من يتراجع عن اللي ورا يطلع عن برا حدود البريتونيوم، فيصير شنو اكسترا، اذا هذني الثنين انترا، هذا اكسترا، هذا يرجع انترا ويرجع هنا وبيطلع برا شنو اكسترا. زين دكتور ليش قلتينا العباره؟ ماما من يصير الاورجان اكسترا تعود الانتستين الكوليز يصير قدامه، تذكرون باليجوده قلت لكم فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت، تكون الفيرست انترا بريتونيوم السكند ثيرد فورث لين اكسترا بريتون ريترو بريتونيوم، اذا الكوليز اوف سمول انتستين تصير قدامه تتحرك، واضح. هسه انا عندي الاسيندينج والديسيندينج صاروا اكسترا او ريترو او رجعوا ورا، اذا الكوليز مال سمول انتستين تصير قدامهم حركتها لو لا تصير، اذا تطي انتير ريليشن لو ما تطي تطي. اذا هسه انا أنت أقول لكم عبارة كلكم أوفوا هسي أوفوا، شوف قدرون شوفون الأسيندين كولوم مالتكم، لا ليش انتير أبدومينال وول موجود، شلعوا شو راح تطلع لكم بردة صفرة، هاي شو سميها البردة أومنتم، لأن كاظة بالستومك بالجريتر كيرفي تراماستوم شو يصير اسمها جريتر أومنتم، شيلوا هاي البردة الجريتر أومنتم اللي هي عبارة عن بردة من الستومك تنزل داونورد وبعدين تفتر تزق بالترانسفيرس أوم كولوم، شلت البردة منو تاخذ راحته؟ مدام هذا رجع اكسترا او ريتروبريتون منو تاخذ راحته؟ تروح يمنى ويسرى السمول انتستين، اذا انتير ابدومينال وول هذا هو مغطي، جريتر اومنتام هذه هي البرده، بعد شنو ما يخليش تشوفين هذا الكولون الكوليز تصير انتيرير هنا وانتيرير، يعني تاخذ حركتها هيك بهاي الطريقه. زين شنو البوستيرير؟ خلينا نشوف شنو البوستيرير على السلايد الورا، هذا هو الاسيندينج كولون، شنو البوستيرير؟ شنو هو البوستيرير؟ اذا نجي هنا على الاس احنا هنا هاي موجود هو هنا راسمين الظلال مالته، هسه هذا الاسيندينج شنو هو البوستيرير اليه؟ هاي شو اسمها هاي العضله؟ الياكس، هذا العظم شو اسمه؟ الياك كريست، هاي العضله خذيناها يعني بالمحاضره مال البوستيرير دومينال وول، قلنا هاي العضلة المربعة شو اسميها كوادريتس لامبورو، بعد هاي العضلة الترانسفيرس شو اسميها ترانسفيرس ابدومينس، اذا عندي عضلات عندي الياكس عندي كوادريتس لامبورو عندي ترانسفيرس ابدومينس كلهن يا جهة رايت كلهن يا جهة رايت لان الليفر هنا موجود زين، عندي هذا الياك كريست وين بعد شنو عندي؟ اذا تلاحظون اكو نيرف هنا نيرف اثنين صايرات الظهر، هذا هذا شو اسمه هذا النيرف؟ هذني طلعات من L1 طلعات من L1 الفوق يفتر بهاي الطريقة ويروح للهايبوغاستريك سميته اليو هايبوغاستريك لين جاي يفتر من يم الإليوم ويروح للهايبوغاستريك، والثاني هذا التحت يجي يفتر من الإليوم وينزل عليه مع الليجوانا سميته اليو نيجوان، إذا التو نيرف صايرات بيهايند من أمه
اللي هم طلعات من إيرلون، الفوق دائما اليو هاي بوغاسرك، والتحت اليو أونغواين. لحد اللي هنا واضح. نيجي لبلاس سبلاي. البلاس سبلاي هسه على هاي الصورة، هل هو ياخذ من السيليك الفوق؟ لا، هاي الأورتا قطت برانش. هذا البرانش يسميه سوبيريور ميزنتريك ارتري. سوبيريور ميزنتريك ارتري هذا هو يدز برانشز. هذا البرانش هسه هذا البرانش يسميه هذا البرانش. هذا البرانش لين بين الاليوم والكولون. هسه ارجع واقول هذا اليو كوليك، اليو كوليك ارتري يزود لي هذا القولون الاسندنج، لو ما يزوده يزود. زين، هذا الجزء مين هم من ياخذ من سوبر ميزنتريك، بس هذا الارتري هنا ما سمي اليو كوليك لان بعيد عن الاليوم، اذا شو اسمي كوليك ارتري، ولين راي على جهة الرايد لان هنا عند الليفر، اذا شو يصير اسمه رايد كوليك ارتري. اذا الاسندنج كولون ياخذ سبلاي مين بين الاليوم بين الكولون، اليو كوليك ارتري، وبعد هذا ارتري على الرايد سايد اذا نسميه رايد كوليك. الأم اللي جابت هذول الاثنين الأرتري شو سميها؟ سوبير ميزنتريك أرتري. إذا the سوبير ميزنتريك أرتري supply the ascending by two artery iliocolic artery و right colic artery. شيل كلمة أرتري حط فين. النهاية إذا سوبير ميزنتريك أرتري إذا فين شو يصير اسمه؟ سوبير ميزنتريك فين. الليمف نود سوبير ميزنتريك ليمف نود. إذا عندي ألم من يشتغل سمباثيك، وإذا ما عندي ألم يشتغل منو الباراسمباثيتك، والباراسمباثيتك منو الفيجاس التحق ويا الأورتا وقاها وين ما تطل يطلع منش أرتري دزو يا بلكسس. الأرتري هنا اللي يزود هذه الكولون اسمه سوبر ميزنتريك أرتري. إذا البلكسس البلكسس تطلع شو اسمها سوبيريور ميزنتريك بلكسس. شوفوا هسه هذا السوبيريور، هذا هو السوبيريور ميزنتريك فين. واضح مدام الارتر شوفوا شلون متجمع هنا سوبيريور ميزنتريك فين، ويحولها وين بعدين قلنا مو سيستميك سيركيليشن بورتر فين، ويروح المن للليفر. هاي حكينا احنا قلنا الليمفاتيك درينج على ام سوبيريور ميزنتريك ارتر. اذا الليمف نود شو اسمه؟ سوبيريور ميزنتريك ليمف نود. اذا عندي الم سمباثيتك لأن هو بين ترانسميت، ما عندي ألم بارا سمباثيتك، بارا سمباثيتك منو؟ فيجاس. فيجاس شوف الفيجاس شو قاعد يساعدني ويزود لي. الفيجاس شي يجي ويا بلكسز ويا الأرتر. إذا الأرتر الكبير اسمه سوبر ميزنتريك أرتر، إذا البلكسز شو اسمه؟ سوبر ميزنتريك بلكسز. نيجي على اليمين على الترانسفيرس كولون. هسه هنا قلنا هذا طوله 6، هاي 8 إلى 13، هذا 13، هذا أطولهم طول 38 سنتيم. يبدي من الرايت كوليك فلكتشر وينتهي المين للليفت كوليك فلكتشر، يعني بمعنى آخر هو مو بالإبيجاستريك أريا، هو بالأمبلايكال ريجن. واضح سامع مني يقول لك هذا عندي ألم هنا، عندي انتفاخ بالقولون، يأشر على منطقة الأمبلايكس. واضح يبدي من الرايت كوليك للليفت كوليك. هل هذا الأورجان انترال او اكسترال؟ دكتور انترال، انا سامعكم من زنتري قبل ترانسفيرس كولون اسمه ترانسفيرس ميزو كولون. واضح اللي كضه منه ويعبر بيه للبوستير ابدومينال وول، هذا الميزنتري يمنع هذا الكولون يطيح بالحوض. زين اذا بس ترانسفيرس ميزو كولون، لا الجريتر اومنتم يطلع من الاستومك ينزل داونورد يثني ويرجع يكب بيمن بالترانسفيرس كولون. اذا هل الترانسفيرس كولون انترا لو اكسترا؟ انترا بريتونيا. مدام يلي ترانسفيرس كولون صرت انترا بريتونيا، اذا هذه كوليز ما تعطيك انتير ريليشن، كوليز مال سمول انتستين ما تعطي ريليشن للاورجان اذا هو متقدم انترا بريتونيا. بس من يروح اكسترا يروح بوستيرا هي تعطي انتير ريليشن، راح تتحرك بهاي الطريقه. واضح اذا ترانسفيرس كولون انترا لو اكسترا؟ انترا ليش؟ لان كذا ترانسفيرس ميزو كولون يربطه بالبوستير ابدومينال وول، ويكذا جريتر مومنتم من الاستومك ينزل داونورد ويثني عليه. اذا هذا صار انترا تقدم اللي قدام، اذا الكوليز ما تعطي انتير ريليشن، راح تروح تتحرك وين؟ بوستيرير اليه. هسه فهمتوا اللي هنا؟ بس ملاحظة يا هنا الترانسفيرس كولون خذيناه بالمحاضرات السابقة، هل هو يصير قدام الديودينا لو بوستير تو ديودينا؟
لا يصير قدام الجدن، لان هنا الجدن راح يروح بوستيريور وهو يتقدم انتير، فيعطي انتيرير ريليشن المين للجودين. انا قاعد اذكركم ترى ماخذيه الجودين من هنا، مدام راح بوستيريوري وهذا الترانسفيرس كولون صار انتير، اذا يعطي انتير ريليشن. لين انت انترا بريتونيوم فمعناها انت تقدمت قدام الكوليز، ما تقدر تتحرك قدامك، راح تصير الموفمنت مالته شنو بوستير، اذا تعطيك بوستير ريليشن. فيما يخص هاي النقطه، ذا ليفت كوليك فليكتشر وعندنا رايت كوليك فليكتشر. الليفت كوليك فليكتشر تكون اعلى من الرايت، ليش؟ الرايت منو منزلها هنا؟ الليفر، بينما السبلين هنا قصير يسمح لها انها تصعد، بس هنا منو يدفعها؟ الليفر. اذا كلمه واي هنا ليش الليفت اعلى من الرايت؟ تقولون لان الليفت هنا الرايت انزل لين يدفعها اللوب اوف ليفر، بينما هنا السبلين صغير يعطيها مساحه انها تصعد. نيجي على البريتونيال ريليشن، هل ترانسفيرس كولون انترا لوكسترا انترا بريتونيال؟ شنو البريتونيال ريليشن دكتور؟ يكبها اشياء، اولا ترانسفيرس ميزو كولوني كبها ويا من ويا البوستير ابدومينال وول، بعد جريتر اومنتم ربطه بيمن بالستومك، بعد شنو عندنا؟ تذكرون الكوليك فليكتشر؟ هاي الكوليك فليكتشر تثبت مع الدايفرام بلجمنت، لجمنت لين بين الدايفرام والكولون سميته فرينيكو كوليك لجمنت. اذا هسه ثلاثة ريليشن للترانسفيرس كولون، الكوليك فليكتشر تابعات الامتداد تثبت بالدايفرام فسميتها فرينيكو كوليك فليكتشر، بعد ترانسفيرس ميزو كولون، بعد جريتر اومنتوم. خلينا نشوف الصورة الجاية حتى تتوضح. شوفوا هنا هذا ترانسفيرس، هذا نشوف مراجعات ورا، شوف بحيث الكوليز شنو صايرة قدام، لكن هذا من يتقدم الكوليز ما تقدر يعني دخل ضمن حدود برتون، فيه شوية تتراجع فتطي ascending descending لين رجع من ورا الكوليز تطيهم interior relation، واضح؟ بينما الترانسفيرس كولون من يتقدم الكوليز ما تطي انتير ريليشن، تروح وين؟ بوستيريور. نجي هسه خلينا نرجع للسلايد السابق، هنا الشرح مالتي، هذا ترانسفيرس كولون انترا لو اكسترا انترا بريتونيوم. دكتورة شلون عرفتي؟ منا عندنا فرينيكوكوليك فرينيكوكوليك لجن، بعد هذا ميزنتري كبل ترانسفيرس كولون بوستيريور ابدومينال وول، شنو سميتها؟ ترانسفيرس ميزو كولون. هذه بردة جاية، إذا أنزلها جاية من الستومك نازلة داونورد وكضت الترانسفيرس كولون من داونورد، واضح؟ هذا كم؟ هسه تقولون دكتورة شو تتأشرين داون؟ ماما هذا لو أنزل البردة راح يصير هذا الداونورد وهذا الأبورد، واضح؟ شوفوا هسه هذه البردة نزلت مناني داونورد سوت ريفليكشن وكضت في الترانسفيرس كولون انفيرير. الترانسفيرس ميزوكولوني كض من السوبيريوري ويرو، يعني سوبيريوري من اقصى يعني سوبير بوردر مالت من الترانسفيرس كولون ويروح للبوستير ابدومينال وول، بينما الجريتر اومنتم كض الستومك داون وورد ويفتر ويكض بالترانسفيرس كولون من جوا، يعني بمعنى انا عندي خياط من فوق ويا البوستير ابدومينال وول وعندي خياط من جوا ويا الجريتر اومنتم. نيجي على الانتير ريليشن، هسه انتو عادي هسه هو هسه انت قاعد تقدر تشوف الترانسفيرس كولون؟ لو ما تقدر، ما اقدر ليش؟ لان انتير ابدومينال وول موجود شلعه، من الشلعه ايش راح تلقي؟ تلقي عندي برده، هاي البرده شفتها؟ شفتها هنا انا مغطيه هنا ومغطيه هنا ومغطيه هنا، هاي شو اسميها البرده؟ جريتر اومنتم، اذا انتيرير ابدومينال وول بعد جريتر اومنتم، واضح؟ بس انت قولي انا عندي اسقلون الصاعد اسيندينج ترانسفيرس ديسيندينج، كلهم الانتير ريليشن عندي انتير ابدومينال وول اللي هو هذا الجريتر اومنتم هاي ثابتة، بس تبقى شنو الكوليز اوف سمول انتستين. كوليز اوف سمول انتستين راح اسمعها بالاسيندينج وبالديسيندينج، ليش؟ راجعات ورا، فهاي الكوليز هي انترا وذني ريترو او اكسترا فتتقدم عليهم، بينما لان هذا صار انترا حالة حال السمول انتستين فما راح تصير انتيرير إليه، يعني هو تقدم فهي ما راح تعطيني هنا انتيرير. ليش؟ شوفوا ما كتبت كوليز اوف سمول انتستين، لا راح هي تتراجع وتقدم الترانسفيرس كولون فتعطيني هنا شنو هو بوستيرير ريليشن، واضح الحين اللي هنا؟ خلينا نشوف الصوره الورا حتى نشوف البوستيرير ريليشن. شوفوا هنا هذه وهذه
رجعوا ورا، اذا يصير الانتير ريليشن تير ابدومينال وول، والبرده اللي هي شو اسميها جريتر رومانتا كوليز تروح منا وكوليز منا، فطوا ريليشن هنا وطوا انتير ريليشن هنا. زين من نيجي على الترانسفيرس كولون، هم من انتير ابدومينال وول وهم جريتر رومانتا، بس شنو كوليز تدخل بالحسبه؟ لا، كوليز ترجع اللي ورا سير بوستيريوري، اذا كمل هذا الترانسفيرس كولون الكوليز صير بوستير. بعد شنو بوستير؟ هذا ترانسفيرس، شنو بوستير؟ ديودينو، كل اللي ديودينو لا، بس السكند بارت. بعد شنو هو الهيد اوف بنكرياس؟ اذا هيد اوف بنكرياس والسكند بارت اوف ديودينو واللي رجعت ورا من هي كوليز اوف سمول انتستين. نجي على البلاد سبلاي، سبير ميزنترك لحد الان مسوي علينا افضل كل شيء، خذ السبلاي مع جي اي تي اغلبه، هذا هو السب هاي الأورتي، هاي سبير ميزنتريك أرتري، شوفوا سبير ميزنتريك أرتري زود لي هاي برانشز إن من السمول انتستين، وطاني بعدين إليو كوليك، وبعدين الطاني رايت كوليك. هسا آخر شي على الترانسفيرس كولون، قال أنا سويت عليكم زايد لحد الترانسفيرس كولون وعذروني، فسوى قسم الترانسفيرس كولون، هذا ترانسفيرس كولون قسمه إلى أثلاث، أول ثلثين راح يشيلها من هو سوبير ميزنتريك أرتري بالسبلاي مالته، آخر ثلث من هو راح يطلع أخو صغير ثالث، إحنا مو قلنا عندنا سيلياك وسوبير ميزنتريك، راح يطلع ثاني نسميه إنفير ميزنتريك، هذا إنفير ميزنتريك هو راح يتكفل بهذا الثلث الباقي. إذا أول ثلثين من الترانسفيرس كولون البلس سبلاي مالته منين جاي؟ من سوبير ميزنتريك، قالكم قالهم أنا لحد الترانسفيرس كولون بعد ما أقدر أكمل، وراح اشيل من الترانسفيرس كولون ثلثين، اذا the proximal القريبات proximal 2/3 of transverse colon supply by superior mesentery، the distal 1/3 راح يصير by inferior mesentery. واضح؟ زين شنو الارتريز؟ هل هو الاليوكوليك زوده؟ لا، بعيد عنه. هل هو الرايت كوليك هنا زوده؟ لا، بعيد عنه. اذا منو راح يجي؟ راح يجي artery يصير بالنص، هذا الارتري شو يصير اسمه بالنص، شو اسمي؟ لانه بالنص اسميه ميدل ورايح للكولون يصير اسمه ميدل كوليك ارتري، شو يصير اسمه ميدل كوليك ارتري. حد هنا واضح؟ يجي واحد يقول لي دكتوره ليش بالنص؟ لان انا هذا الثلث الباقي مو قلنا انفير ميزنتريك، في ميزنتريك راح يطلع ارتري اسمه كوليك، ولين رايح للليف شو اسميه ليفت كوليك، اذا عندي ليفت كوليك وعندي هذا رايت كوليك، اذا الكوليك اللي يطلع بيناتهم شو اسمي؟ اسميه ميدل، ما بين الرايت وما بين الليفت. واضح؟ اذا هسه الترانسفيرس كولون اول ثلثين سوبير ميزنتريك واخر ثلث من هو انفيرير ميزنتريك. زين هذا سوبير ميزنتريك شلون يوصل بالاليو كوليك؟ لا، بعيد عليه. بالرايت كوليك هم من بعيد عليه، يطي هذا هذا هم من كوليك ارتري، بس شو سمي لين صاير بين الرايت وبين الليفت شو سمي ميدل كوليك. زين هذا الجزء من يزوده ارتري يطلع من الانفيرير ميزنتريك، وانفير ميزنتريك ارتري يطلع ارتري توجه للليف سايد شو سمي ويزود للقولون اسميه ليفت كوليك ارتري. واضح؟ ليفت كوليك ارتري. اذا هل الترانسفيرس كولون عنده ديوال بلس سبلاي، يعني ازدواجية بالبلاس سبلاي؟ نعم، عنده من السوبر ميزنتريك ومن الانفير ميزنتريك، سوبر ميزنتريك ثلثين والانفير ميزنتريك ثلث، هذا ميدل كوليك بالنص وهذا ليفت كوليك، لان رايح على الليفت سايد ليفت كوليك وهذا ميدل كوليك. شي كلمة ارتري حضبين، اذا سوبر ميزنتريك ارتري اذا هذا شي الدرنج مالته شي يصير سوبر ميزنتريك فين، اذا هذا انفير ميزنتريك ارتري اذا الدرنج شنو؟ انفيرير ميزنتريك فين. هنا هسه هذا الترانسفيرس كولون، هذا هو الترانسفيرس كولون. نجي على الليمفاتيك درينج، اذا بروكسيمال 2/3 قلنا تافعات السوبير ميزنتريك ارتري، اذا الليمف نود شي يصير اسمها سوبير ميزنتريك ليمف نود. ذا ديستال 1/3 شوفوا الدرينج وين يروح؟ يروح لهذا الارتري، هذا سوبير ميزنتريك، إذا هذا الأرتري شي يصير اسمه انفير ميزنتريك، إذا هذا اللي تابع هذا الثلث الأخير تابع المين انفير ميزنتريك أرتري، إذا الليمف نود شي يصير اسمها انفير ميزنتريك ليمف نود، شي يصير اسمها انفير ميزنتريك ليمف نود. هسه نرجع ونقول هذا ينقسم ثلثين بثلث، خلينا نحكي على هاي الثلثين، الأرتري سوبير ميزنتريك أرتري شي اسمه ميدل
كوليك ارتري، سبير ميزنتريك ارتري ما يجي للاليوكوليك، فهمتوني؟ ما يجي لليوكوليك ولا يجي للرايت كوليك، وانما يجي ارتري نسميه ميدل كوليك. اذا سبير ميزنتريك ارتري فين شي يصير اسمه سبير ميزنتريك فين، الليمف نو شي يصير اسمها سبير ميزنتريك ليمف. هذا الثلث من يجي؟ مو من سبير ميزنتريك، يجي من لان تعب هنا سبير ميزنتريك قال كافي انا بعد ما ازود، يجي ارتري ثاني نسميه انفير ميزنتريك. انفير ميزنتريك يزود لكم هذا الثلث. اذا انفير ميزنتريك ارتري فين شي يصير اسمه انفير ميزنتريك فين، الليمف نو شي يصير اسمه انفير ميزنتريك. واضح اللي هنا؟ اذا انا عندي الم منو يشتغل؟ سمباثيك. واذا انا ما عندي الم يشتغل البارا سمباثيك. حنج هذين الثلثين الام اسمها سوبيريور ميزنتريك ارتري، اذا البارا سمباثيك منو عندي؟ فيجاس، يجي على شكل سوبيريور ميزنتريك بلكسس. فيجاس راح يدخل على شكل سوبيريور ميزنتريك بلكسس. هذا الثلث هنا اذا عندي الم يشتغل السمباثيك، واذا ما عندي الم يشتغل البارا سمباثيك. البارا سمباثيك هنا شو اسمي؟ على اسم الارتري، الارتري انفير ميزنتريك ارتر، اذا البلكس شو يصير اسمها؟ انفيرير ميزنتريك بلكس. بس هنا مو فيجاس، مثل ما سوبير ميزنتريك ارتر الحد اللي هنا وقف شغله وتعب، الفيجاس الحد اللي هنا وقف شغله وتعب، معناته هذا البارا سمباثيك مين يجي؟ من البلفس، يجي مين؟ من البلفس. واضح؟ اذا البلكس شو اسوي؟ انفير ميزنتريك بلكسز انا وياكم، بس من البلفس شو اسمها؟ بلفيك سبلاكنيك نيرف. البلفيك سبلاكنيك نيرف هي عباره عن مجموعه من الاعصاب تنشا من البلفس للاحشاء. واضح؟ زين، اذا هسه من نجي انفير ميزنتريك ارتر زود ثلثين وقال كافي، الفيجاس زودت الثلثين وقال كافي انا زودت هواي من الجي اي تي بعد ما اقدر، يبقى عندك هذا الجزء من الجي اي تي تراك. مين يجي هالسبلاي؟ اذا ارتري مين بعد قلنا سوبير ميزنتريك وقف، اذا مين؟ من السوبيريور ميزن سوبير ميزنتريك وقف، اذا يجي السبلاي مين؟ من الانفيرير ميزنتريك ارتري. الدرينج انفير ميزنتريك فين، الليمف نود انفير ميزنتريك ليمف نود. اذا عندي الم سمباثيك، واذا ما عندي الم بارا سمباثيك. بس هنا قلنا الفيجاس وقف، لعد مين يجي؟ يجي من البلفس. بلفس عندي اكو بلكسس بالبلفس او نير بالبلفس خاصه للاحشاء اسميها بلفكس بلاكنيك نير، هاي تعطي بارا سمباثيك. هنا اسمها بلفكس بلاكنيك نير، من تصعد وتلتحق ويا الانفيرير ميزنتريك وتدخل على هاي الاورجان ما سميها بلفيك، اسميها inferior mesenteric plexus. شو اسميها؟ inferior mesenteric plexus. اذا الام مثل ما هنا الام فيجاس وصل عن طريق سوبير ميزنتريك بلكسس، الام هنا بلفكس بلاكنيك بلكسس بس توصل عن طريق شنو؟ هذا الارتري. اذا هذا الارتري شو اسمه؟ انفير ميزنتريك ارتري. اذا البلكسس شو يصير؟ فير ميزنتريك بلكسس. واللي هنا تنتهي محاضرتنا اللي شرحنا بيها عن شرحنا بيها عن الاسندنج والترانسفيرس كولون والابندكس. ارجو ان تكون مفيده وشكرا جزيلا.